اهلا بحضراتكم مره تانية. قبل ما اختم ترند الاهلي او قبل بس ما ادخل في الجانب المحلي هختم بالخبر ده من حساب يلا كوره، وبيتكلموا على ايه بقى؟ وركز معايا في الكلام ده النبي الله يبارك لك عشان الكلام ده مهم جدا. قال لك تاجيل مباراه الاهلي والقطن الكاميروني في الجوله الاولى من 11 فبراير بالقاهره واقامتها احد ايام 3 او 4 مارس. ده مين اللي بيأجل؟ ها مين المنوط بالتاجيل؟ الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي لكره القدم. تمام؟ فالناس بتعمل ايه؟ هي الناس بتريح الفريق اللي هيمثلهم في كاس العالم للانديه اللي هو النادي الاهلي، والفريق الاخر اللي هو الوداد، الاثنين مشاركين في بطوله دوري ابطال افريقيا. فدي ناس شغاله قالت لك بقى لا احنا عندنا فرقتين بيشاركوا في دوري ابطال افريقيا وفي نفس الوقت عندهم تحدي عالمي ودولي مهم جدا نتمنى ان هم يمثلونا بشكل مميز وهو كاس العالم للانديه. فبالتالي احنا لازم نريحهم، احنا مش بنعاقبهم ان هم راحوا كاس العالم للانديه، لا احنا بنساعدهم، احنا بنريحهم. فنريحهم ازاي؟ ان احنا بنأجل لهم الماتشات بتاعتهم، ما نروحش ضاغطين الماتشات. ها عشان ماليش دعوه، انا عندي اجنده عايز اخلصها، عندي دوري، عندي بطوله عايز اخلصها، ماليش دعوه. مشكلتك بقى ان انت بتلعب في كاس العالم للانديه. لا، دي ناس بتفكر ان ازاي ممثلي افريقيا في كاس العالم للانديه يكونوا عندهم مساحه من الوقت ان هم يستعدوا، ما يكونش عندهم ضغط مباريات ممكن تكون نتيجته اصابات، نتيجته عدم جاهزيه، نتيجته اجهاد. فدي ناس بتفكر صح. لكن على النقيض تماما لحد دلوقتي زي ما هنكمل الخبر، الاتحاد المصري لكرة القدم او بالتحديد يعني لجنة المسابقات لم تعلن عن اي تعديل في جدول مباريات الاهلي لحد دلوقتي، رغم ان احنا بقالنا 3 اسابيع عارفين ان احنا رايحين كاس العالم. فقال لك تاجيل مباراة صن داونز والاهلي في الجولة الرابعة من 7، ده بقيت الخبر بتاع ايه المواعيد بتاعت افريقيا. هتلعب برضو ايام 10 و11 مارس. لكن هنا الاتحاد المصري عندنا يا جماعه، هل انا بحاول ادور في الخبر على اساس ان احنا نلاقي اي نوع من انواع التاجيل او تلميح؟ لحد دلوقتي ولا اعلنوا عن اي حاجه، ولا قالوا لنا ايه اللي هيتاجل، ولا موقف مباريات الاهلي ايه، ولا ايه اللي هيحصل. الاهلي عنده اول ماتش 1 فبراير. اول ماتش 1 فبراير. يعني بعد 20 يوم من دلوقتي تقريبا او 21 يوم من دلوقتي. فلازم تروح انت مجهز الدنيا ومسستم الامور للنادي الاهلي، تدي له الاريحيه وتساعده في ان هو يمثل مصر طبعا اولا وافريقيا بالشكل المميز. لكن احنا عندنا التفكير هنا ايه؟ ايه ده؟ الاهلي خلق لي ازمه، ده رايحين يلعبوا كاس عالم، طب انا هعاقب الاهلي بقى، ماليش دعوه، رايح تلعب كاس عالم؟ طب تعالى بقى انا اضغط عليك ماتشات وتلعب ماتشات كتير، انا ماليش دعوه، انا عايز اخلص اللي ورايا. للاسف هو ده التفكير بالشكل ده. بس اتمنى ان يتم تدارك الموقف خلال الفتره اللي جايه والاعلان عن مؤجلات النادي الاهلي. نروح للترند المحلي. وكلام ايضا مهم، الحساب الرسمي في الجول بيتكلموا من خلال فيسبوك ان في مصدر من لجنه الحكام قال لهم ان اي نادي في الدوري يرغب في استخدام حكام اجانب عليه ان يرسل طلبا لاتحاد الكره في فتره تتراوح قبل المباراه يريد فيها الطاقم الاجنبي ب 14 يوما. يعني انت قبل الماتش ب 14 يوم المفروض تكون بعت لو انت ترغب في استخدام حكام اجانب. وقال لك كمان ايه بقى، احنا مش مالناش دعوه بالمصاريف بتاعت الحكام الاجانب. لو في نادي يا جماعه عايز حكام اجانب يطلب قبل اي ماتش ليه ب 14 يوم ويدفع تكاليف الحكام الاجانب. فده توضيح من الاتحاد المصري لكره القدم او بالتحديد من لجنه الحكام ومصدر من خلال حساب في الجول. طيب لسه مع ملف او لسه مع في الجول وملف التحكيم، وكتبوا قالوا ان في اجتماع مرتقب مع كلاتنبرج هدفه تقديم الدعم للحكام وتحقيق المزيد من استقرار الانضباط خلال الفتره المقبله. ومالاش اقول والله اللي اتقال امبارح عشان ايه، خلينا احنا احسن. نتمنى التوفيق لكلاتنبرج، ماشي من غير ما نتكلم في السكينه وحلاوه وكلام من ده، احنا خلينا نتمنى التوفيق لكلاتنبرج وان شاء الله الامور تمشي بالشكل المميز خلال الفتره اللي جايه ويكون في تطوير في منظومه التحكيم المصري، وده هدف الجميع. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل استمرار.